قررت وزارة الأوقاف غلق مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه حتى إشعار آخر نتيجة عدم التزام بعض المصلين عقب إحدى الصلوات بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة في التباعد والاقتصار على أداء صلاة الفريضة. وزارة الأوقاف بذلت كل ما تستطيع من جهد على مدار الأيام الماضية وعلى مدار الساعة، متابعة مستمرة ومتابعة على مدار الساعة للمساجد في كل مكان من اسكندرية ومن شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر إلى الوادي الجديد وأسوان، متابعة مستمرة على مدار الساعة، ولم نلاحظ أي خروقات من الناس إلى الآن خلا الشيء البسيط اللي حصل سيدنا الحسين وتم الغلق على الفور. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف أنها حققت مبلغ 6 ملايين جنيه جراء مبيعات صكوك الأضاحي في عامها الخامس. منذ انطلق المشروع في منتصف شهر 6 الماضي بفضل الله تعالى قدرنا نحصل لحد الآن 6 مليون جنيه في حصيلة مبيعات صكوك الأضاحي، وتقدر أو يقدر المواطن الحصول على الصك من خلال الصكوك المتواجدة في فروع البنوك المختلفة ومن خلال إدارات الأوقاف المختلفة والمساجد أو عن طريق زيارة موقع وزارة الأوقاف أوقاف أونلاين والبوابة الإلكترونية والتسجيل على الموقع، ويصل المندوب إليه في خلال 24 ساعة من تاريخ التسجيل.